احبابي واعزائي، حوار خصيصا قناه شوف تي في فيما يخص القضيه التي اصبحت معروفه بقضيه مومبيلي. ودائما نفس السؤال يطرح، واش بصح انت من نوع من المغرب؟ ابدا، لا عاش ولا كان اللي منعني من بلادي، بالعكس انا هنا في فتره عمل، كتسالي فتره العمل ديالي اللي متعارف عليها هي كل شهر رمضان، فكنزل كندوز كونجي ديالي في بلادي معززه مكرمه. انا طبعا وحده من الناس اللي طاقاهم الحساب الوهمي، حساب حمزه مومبيلي، لسبب تافه وبسيط جدا، هو انني انا ذات يوم انني كنت بعثت واحد ديديكاس للسلطان سيهان، ربما ما يعني ما متذكراش مزيان، انما كنت بعثت ليها التهنئه، وكان معروف على ذاك الحساب انه اي واحد كيبعث اي ديديكاس باسم سلطانه الا الحساب كيهاجمه. انا كنت بحالي بحال اي الناس متابعه ذاك الحساب، شنو تيزن فيه كاي مغربي، حب الفضول يعني، ما كانوا عمرهم ما جبدوني حقيقة، ولا عمر شي حد من الناس اللي كيكتبوا فيه تطاولوا عليا. حتى النهار اللي انا صيفط ديديكاس للسلطانة، كنتفاجئ بثاني يوم انهم تيحطوا عليا شي حوايج بزاف يعني لا يستوعبها عقل ولا منطق، يعني اتهامات باطلة، واتهمت في ذاك الحساب بانني امارس الدعارة، كذلك توصلوا بصور ديال الابنة ديالي وكتبوا بان حطوا بان ابنتي مجرمه، بان بنتي عندها مشاكل قضائيه، وهذا كلام خالي وعاري من الصحه، اوكي، ولدي ما افيد في هذا الامر قانونيا، يعني بما يسمى بالصفيحه او الورقه التي تؤخذ من سرايا مكاتب الشرطه اللي هي ديال سيره حسن السير والسلوك باسم ابنة ديالي، اوكي. كذلك دخلوا في الاعراض، في السب والقذف وتشويه الصنعه، والكل يعلم بانني انا شنو هو مجال شغلي، الكل يعلم شكون هي سميره الدولي، اوكي. فكنتفاجئ بهجمه شرسه لما يقارب الاسبوع وانا تنقرا شي حوايج. كنقرا شي اتهامات باطله، كنقرا شي حوايج اللي ما كاينينش، يعني الانسان كيتهمك بانني انايا كنصب على الناس كدي لهم فلوسهم، بانني انايا ممنوع ندخل المغرب، بانني انا كذلك قاتله الاب ديالي او بنتي، اتهموا بنتي بانها قاتله الاب ديالي، يعني اتهامات ومجموعه اتهامات وشائعات باطله كاذبه وسخه، اوسخ من الوساخه ذات نفسها حقيقه. شوفي انا ما غاديش، انا لا احب ادعاء الفضيله او لا، بمعنى صحيح لا احب الاستشراف، واش بقاو فيك ولا لا، ما غاديش يبقاو فيها يا اختي، ما غاديش يبقاو فيها. طبعا نقدر نقول لك اللهم لا شماته، يعني انا لا احب ان اكون من الشامتين، لكن انا وحده من الناس اللي تضمت بزاف، اللي الناس عايروني بسبب ذاك الحساب، لان اللي الناس اتهموني باطل، اللي الناس الفئه من بعض الناس كيتيقوا ذاك الكلام، وكيبقى اشاك فوا يدخل واحد يسبق بداك الشيء اللي كان كينزل بذاك الحساب. ف ما غاديش نقول لك برد لي قلبي 100%، انا ما غادي برد لي قلبي حتى نشوف المتهمين كياخذوا الجزاء ديالهم، واكيد اني انا كل ثقه في قضائنا العادل، والقضيه اصبحت قضيه راي عام، ما غاديش غادي يكون شي تهاون، اوكي، لان هذوك الناس اصبحوا كيوزعوا صكوك الغفران، كيحللوا ويحرموا، وحنا راه عندنا قانون في البلاد، وحتى المشرع عندما شرع القوانين راه اعطى لكل ذي حق حقه، اوكي. ف اكيد غادي نفرح ملي غادي نسمع غنشوف واحد مجرم او واحد ظالم كياخذ الجزاء ديالو، اكيد غادي نحس بانه قلبي برد شويه، وانه حقي او حق اي واحد تهاجم وتهمه في ذاك الحساب انه كيرجع. فانا ما غاديش نكون مثاليه ومستشرفه غنقول لك لا غيبقاو فيا اللهم لا شماته وكذا، لا. انا جات عليا شي ايام ما كنتش كنعس، انا جات عليا ايام الام ديالي مرضات ليا بسبب داك القيل والقالب، بسبب داك الشيء ما كان كيتقال، انا جات على ايام على البنت ديالي كتهدد بالانتحار على الصور ديالها اللي كانوا كيحطوا، وعلى الكلام اللي كان كيتحط، وعلى التهم اللي كانت كتحط عليها، وعلى كل حرف تقال في حقي. جات عليا ايام انا ما كنتش كنعس حقيقه، يعني مهما ادعيت من قوه
انا كنبقى واحد السيده امراه كائن ضعيف يعني ما مادة يعني ملي غادي تنعس وغادي تفيق غادي تسمع لك شي امور انت ما لا تعلم عنها وما عمرك ما مارستيها والناس كتطعنك فيها وكتشوك بها فاكيد انك غادي تبكي اكيد انك غادي تفكر انك تمشي تشوف طبيب نفساني باش تبقى قوي باش ما تفكرش شي انك تأدي نفسك مهما كيما قلت لكم راه مهما دعيت من قوه فاكيد انني غادي نفرح ملي غادي نسمع انه اخيرا هاد الناس تفضحوا وهاد الناس بداو كياخذوا الجزاء ديالهم لكن فرحتي الكبيره غادي تكون لا انا ولا كاع الناس اللي تظلموا في داك الحساب غادي تكون هو نهار غادي يكون حكم عادل اتمنى من القضاء المغربي ان يكون قضاء نزيها وانا كل افتقاء في القضاء المغربي ديالنا الحمد لله لربما انا من النوع اللي ما قدروش انهم ياثروا عليا ولا على نفسيتي ابدا اي نعم باش نكون كنقول قوله حق اكيد الانسان ما كيرضاش على راسه او على عرضه او على اسمه او على بنته او على عائلته انه يسمع شي حوايج اللي ما كاينينش خصوصا انه اسرتي الصغيره عانت من هذا الامر اوكي لان الام ديالي مرضات الاخت ديالي كان هذاك الشيء اللي كيتعطى كان له تاثير سلبي على حياتها الزوجيه كذلك الاخ ديالي مع الاسره ديالو مع الزوجه ديالو فتخلق واحد الفتنه واحد المشاكل تخلقات عائليا فملي كتشوف الام ديالك تعاني يعني الناس تيقراو لها تيقول لها شوف شنو كيتعطى على بنتك كذلك الابنه ديالك انها تهدد بالانتحار وكل ما اقوله عندي دلائل عليه يعني انا ما كندويش داويه خاويه كما كنقولوا استسمي على هذا اللفظ اوكي انما كل ما اقول لدي دلائل عليه وكنت انا السباقه بوضع شكايه شفت في توصلوا بالنسخه منها بوضع شكايه امام النيابه العامه امام السيد وكيل جلاله الملك اوكي في رمضان السابق اللي كنت نزلت حطيت شكايه باسم هذاك الحساب لانه وقتها كان مازال لم يتضح من وراء ذلك الحساب يعني مجموعه ديال التناقضات الناس كتقول فلان فلانه 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 انما ما كانش هناك امر اكيد اوكي فبحكم عملي اضطريت انني نرجع وما باشرتش ما تابعتش القضيه من بعد بديت كنطلع شخصيا كنرد عليهم اكيد الناس كلهم كيشوفوا لايفاتي عبر اليوتيوب انني كنت كنطلع كنهاجم داك الحساب كنهضر على داك الحساب كنتواصل مع السلطانه كنتواصل مع الناس حتى بدينا كنجمعوا الخيوط كلها وكنعرفوا انه من وراء ذلك الحساب دنيا باطمه والاخت ديالها ابتسام باطمه وكل شيء كان بالدلائل يعني بسكرين شوت بزاف ديال الامور يعني بمساعده بزاف ديال الصفحات عبر الانستغرام اوكي لهم جزيل الشكر فانا من النوع اللي ما تنخليش حقي فطلعت بديت كنطلع كنقول كذا كذا وتقدروا ترجعوا اليوتيوب وتشوفوا اللايفات ديالي ان هذاك الحساب هل اللي وراه وشكون اللي وراه شكون اللي وراه شكون اللي خصوصا انه في واحد الفتره اثر عليا نفسيا حقيقه يعني ما كي لا ادعي القوه لله سبحانه وتعالى ولكن حنا كنبقاو بشر ملي كتشوفي الام ديالك انها منهاره مريضه كتشوفي الابنه ديالك تهدد بالانتحار كتشوفي حياتك تخربقات كتشوفي انك بين ليله وضحاها اصبحت متهمه ويتم التشهير وابتزازك ويتم السب والقذف ديالك اكيد ان نفسيتك غادي تاثر اكيد انك غادي تبكي اكيد بزاف الامور وكذاب من يقول العكس او من يدعي العكس اوكي اكيد انا فرحه جدا ان هذه القضيه هذه اخذت منحى اخر تحيه كبيره جدا وبرافو سعيده شرف التي افاضت الكاس يعني التي حطت الضوء على هذه القضيه هذه وتفضحوا الناس وبانوا شكون وراء هذا الحساب هذا وكما قلت لكم انا نازله قريبا ان شاء الله المغرب بصدد انني نحط شكايه جديده من جديد انما فقط الفرق بين وبين شكايه قديمه انها سوف تكون تتضمن اسماء الناس اللي كانوا وراء هذا الحساب هذا لانه بات الكل دابا الناس راهم عارفين شكون مور هذا الحساب هذا لا ابدا انا ما عمري ما فكرت ندير فوكونت علاش غندير فوكونت انا نهار شفتو سميره الدودي شفتوها بوجهها ليست من صفاتي وليست من طبعي واي واحد كيتخبى مرفوكم راه انسان مريض ما عندوش القدره على المواجهه يعني انسان تيكون لربما يدعي الفضيله ويدعي الشرف ويدعي العفه كيطلع يمثل قدامكم ولكن الحقيقه المره ديالو
كيفرغها وكيبينها منين كيدير فوكونت، يعني كيدير فوكونت كيبقى يهاجم هذا وهذا وهذا، انما قدام العالم كيبان ذاك الحمل الوديع، وانا لست كذلك الحمد لله. انا العور كنقول لي انت عور، واللي ما عجبو الحال ما عندي ما ندير ليه. انا دائما لم اكن سباقه انني نرد على شيء، انا فقط كنكون ردودي ولايضاتي تكون فعل على رد فعل معين، يعني كما كيتقال لو كل فعل رد فعل. انا كان اللي سبني راه غنسبو بطبيعه الحال، يعني انا ما غاديش نسكت، انا ما تنعرفش نسكت. انا واحد السيده لساني صليب، اللي احترمني غنحطو فوق الراس، اللي سبني غادي نسبو. فانا بعيده كل بعد على هذا الشيء ديال الفوكونطات، وحنا كبر من هذا، كبر من هذا المستوى المنحط. اوكي، كبر من هذا المستوى المنحط. اكيد انني غنطلب عقاب كل من سولت له نفسه انه يدير حساب وهمي ويبتز الناس ويشهر بهم ويقذفهم ويسبهم. احنا عندنا شرطه على مستوى عالي، اوكي، عندنا امن، عندنا قضاء، فيقدروا يجيبوا اي واحد مخبي مر فوكون ببساطه جدا. اي واحد هاجمه فوكون يمشي يحط شكايه امام القضاء ويتابع داك الحساب، والشرطه كتقدر تتابع داك الحساب وتعرف شكون داك الحساب. راه حتى حساب مون بيبي كان مخبين مور فوكونت وما تعرفو. انا مع اي واحد انه تعرض لاي هجوم يمشي يقدم شكايه. تواصلت معايا المسمات سكينة جناح الملقب بجلامور، علاش كتهضري عليا؟ علاش علاش؟ انا كنهضر في موضوع اللي هو اصبح موضوع قضيه راي عام، وبات الكل يتحدث عنه، سواء صحف مرئيه مسموعه مقروءه مكتوبه مواقع الكترونيه ناس. اوكي، فهناك بدا الهجوم صحيح عليا من حساب حمزه مونبيبي كما قلت لكم، يعني سكرينات اخجل من انني نحطها لكم. طبعا هما شفت اللي توصلوا بالسكرينات وتوصلوا بكل شيء، هما يقدروا ينشروا اللي بغاو ينشروا داك الشيء. يعني ما كانوش كيجيبوا شي حاجه اللي الناس ما عارفينهاش، كيهزوا لايفاتي من اليوتيوب كيلصقوا هذه مع هذه مع اضافه عناوين مثيره مع اتهامات باطله وادعاءات كاذبه. فبقينا على هذا المنوال الى ان كما كنقولوا حنا القضيه تفرقعات والقضيه تعرفات اعلاميا وعربيا، والناس بلاو كيهضروا عليها والناس قدموا شكايات وهذا. والحمد لله كيقول لك مضى حق وراءه مطالب. الحق يعلى ولا يعلى عليه. بات الكل يعلم من وراء هذا الحساب ومن يديره، وبات الكل يعلم انهم عصابه تهددوا الناس وتبتزوا الناس بزاف الامور. اكيد ما غاديش ندخلوا في تفاصيل لانه انتم تعلمون بكل التفاصيل، تمام. فلدي عودة إلى المغرب قريبا إن شاء الله بخصوص هذا الحساب، بخصوص وضع شكاية جديدة من جديد بالأسماء، لأنه قبل أنا كنت عملت شكاية فقط بحساب حمزة مونبيبي، لم أكن يعني ما حطيتش أسماء. أما الآن فيما اتضح أنه من وراء هذا الحساب وشكون هما الناس كيسيروا، فأظن أنه حق مشروع لي والقانون يكفل لي أنني غادي ننزل قريبا إن شاء الله المغرب وغادي نحط شكاية من جديد، انما فقط سوف تتضمن اسماء، يعني شكايه سوف تكون مرفقه بالاسماء معينه بالناس اللي هما متهمين، والسكرينات عندي وكل شيء عندي. لا 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 ابدا، انا ما عمري ما غادي نوصل انني غنفكر في انتحار مجرد حساب حق وهمي عقير يديره مجموعه من 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 المرضى النفسيين، لانه اكيد انه مجموعه ناس مرضى نفسيين. اوكي، ما عمري ما غادي نخلي حسابي يخليني نوصل لدرجه انني نفكر في الانتحار. اكيد باش نكونوا واقعيين كان واحد التاثير سلبي على نفسيتي وخصوصا على العائله ديالي، الام ديالي، الابنه ديالي. اوكي، انما انا الحمد لله املك من القوه ما لا يتوقع عقل الانسان. اوكي، كما كيقولوا ياما دقت على الراس بول. فكنت دائما كنطلع كنواجههم، دائما كنطلع كنهضر لايفات وكنقول بان ذاك الحساب يدير فلان يدير فلان. فابتدا فجاء اول رد، وكان لربما كان غلطه من الدنيا باطنه، انها ذات يوم انا بارطاجيت الصوره ديال واحد الانسان هو رفيق لها. اوكي، وحطيت وقلت بان هذا السيد هذا هو تيدير ذاك الحساب. اذا بي اتفاجا بالدنيا باطنه انها حطت ستوري كتسبني، والستوري راه سكرين عندي وشفت توصلوا به وكتهمني
وكتهددني تهديد مباشر وصريح بانها غتوقفني قدام القضاء وغترجعني مشى وانا دايره فيها سبع. يعني خصيتي لك اقول من منا دابا شكون اللي ولا سبع وشكون اللي ولا مشى؟ يعني من حتى التشبيه الحيوانات يعني السبع راه له قيمه وحتى القطط راهم قطط اليفه وانت عكس ما تدعين. وهذا فانا من النوع اللي ما تنسكتش، انا تنرد فانتما توصلتوا بالسكرينات. فكان هناك اخذ ورد كما كنقولوا باللغه العاميه ديالنا بالمعاطيه، اوكي. وكنت انا السباقه كما قلت لكم هبط رمضان حطيت شكايه بداك الحساب. استمريت على هذا الطريق، بقيت اشك فانا كنطلع كنهضر في لايف تنقول بان ذاك الحساب راه كديروا فلانه وفلانه وفلانه وما مجموعه. بعدها بعد اسبوع بالضبط اذا بي افاجئ بعد عاملين لقاء وكيسبوا فيا، واللقاء موجود على اليوتيوب ويقومون بنعتي بابشع الالفاظ وكلام قذر جدا جدا حقيقه. اوكي انا ما غاديش نتسنى غادي نقطع خدمتي وغادي نهبط المغرب وغنمشي للعياده مش غنمشي للعياده، انا لربما انسانه كنعرف ناخذ حقي بطريقتي. واكيد مع احترامي للقضاء النزيه ونتمنى انه في هذه القضيه التي اصبحت قضيه رايا انه يكون قضاء نزيه. اوكي فكنت كنرد وكنجاوب وكنطلع اللايفات وكنهاجمهم وكنقول هذا هو اللي وراء هذا الحساب، هذا كيفعل، كدفاع عن النفس. انا كندافع واحد الانسانه هو حق مشروع ليا، كندافع على راسي في كل التهم التي كانت موجهه الي بالباطل عبر هذا الحساب الخزي، الحساب المسمى حمزه مومبي. الناس اللي كيطلبوا التضامن معايا، يعني بالله عليكم يا اخواني يا اخواتي، واش نتوما معانا ولا مع غانا؟ واش وحده وقفات بين ايدي السده العاليه بالله مرتين؟ اوكي انا سلطة عندنا في البلد وهي جلاله الملك الله يحفظه ويطول في عمره، ومرتين وضع على صدرها وسامين شريفين زياده على برقيه شكر لما عاد الملك من فرنسا مشافيا معافيا بقدره الله. اوكي حقيقة وجب في حقها الاعتقال. وكذلك تضيف بلغ السيل الزبا، يعني كتقول بلغ السيل الزبا فعلا هزلت. اوكي لكل مقال مقام، هي تصرات تجبرت طغات وكتعتبر راسها فوق القانون وفوق الجميع، فعلا هي نسات هذه الامور. اذا ظهر المعنى لا فائده في التكرين. كنظن بانه هذو سببين في نظري كافيين لسحب الأوسمة منها. أوكي هادو السببين في عدتهم كافيين أنهم يتعيدوا للأوسمة ولو لم تكن متابعة في قضية أخلاقية نتنة هزت الرأي العام. يعني هادو أسباب هذه كافية أنه تسحب منها الأوسمة، أسباب كافية أن تتابع. ضف على ذلك الشكايات المحطوطة باسمها والدلائل لضدها. أختم قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذه إفادتي فيما يخص هذا الموضوع الذي بات وأصبح قضية رأي. دنيا باطمة ربي حيد لها من هنا وعطاها هنا حقيقة، يعني ربي حيد لها من العقل وعطاها في الصوت، يعني وما استغلاتش شهرتها كما يجب، ما استغلاتش صوتها كما يجب. أوكي يعني حتى لو شفتوا أنه في آخر تصريح راه مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. فعانيت بزاف، يعني عانيت بزاف، يعني كنشوف انني راسي كنواجه عصابة، مع ذلك لم استسلم حقيقة. يعني كما كنقولوا دقة فيا ودقة فيهم، يعني نهار كتحط عليا شي حاجة كنطلع كنجاوب كنطلع ندير لايف، واكيد غادي تدخلوا اليوتيوب غادي تشوفوا كل الردود ديالي بخصوص هذاك الحساب المزيف. ناس اداو، ناس فكرت في انتحار، ناس طلقات، ناس تخربت بيوتهم، ناس خرجوا اليوم من خدامهم، بزاف ديال الامور يشمئز منها يعني ما يتقبلها لا عقل لا منطق لا دين يعني لا شرع. يعني من انتم، يعني كما على قول القذافي، من انتم تتحاسبوا الناس وتسبوا الناس؟ كل كيعيش حياته كيمارس حريته، وانت حر ما لم تضر حريتك كتنتهي عند حريه الاخرين. انت لا تملك الحق انك تجي تحاسبني او لا تعاتبني، ولا انت علاش كتلبسي هكا، او انت علاش كتشيشي، او لا علاش كتشربي. انا حره في حياتي طالما انني ما كنعاديش الناس. لا يحاسب الخلق الا الخالق سبحانه وتعالى، كل غادي تدفن في قبره. لربما انا اكون اقرب الى الله من من منك انت شخصيا اللي كتطلعي وكتبداي تمثلي علينا. والحمد لله.
انكشف المستور واتضحت الرؤية وبات كل شيء معروف وكل شيء كل شيء ولا واضح كل شيء ولا واضح كل شيء ولا باين شكون كيدير داك الحساب. والقضية ما بقاتش غير في المغرب، راه العالم العربي كله سخ الاخبار، العالم العربي كله سخ الاخبار. كنت كنرد، لكن جات واحد الفتره في حياتي انني كان عندي ارتباط رسمي مع واحد الشخص، فكان انه لازم هذا الشيء يهدى. فقلت علاش لا ما نديرش واحد المحاوله ندخل عند هذا اللي كيدير هذا الحساب ديال حمزه، مع انني كنت اعلم جيدا بان اللي كانت كتجاوب في هذيك الفتره كانت هي عايشه عياش، وانا كنتحمل مسؤوليه كل حرف كنقوله. فدخلت تواصلت مع الحساب، واكيد سمعتو وشفتو السكرينات وسمعتو الاوديوات ديالي محطوطين في اليوتيوب، وانا التي كنت سباقه انني حطيت هذوك الاوديوات، انني لدرجه انني كنت كنبكي، يعني انا كنعس كنفيق كنسمع اتهامات خطيره جدا. يعني الانسان كيتهمك بانك تمارسين الدعاره، تمارسين القواده، استسمعي على هذا اللفظ، بانك انت والابنه ديالك قاتلين الاب ديالك. واش كاين شي واحد كيقتل وكيخرج من المغرب؟ كاين كتكون شي متابعه قانونيه او كاين شي ميت كيتدفن بدون تصريح ديال طبيب. اوكي، فحاولت انني نتواصل مع داك الحساب. فعلا انا بقيت كنبكي على علاش كتحط عليا هذا الشيء، علاش هذا. وكان طلبه الوحيد هو انني ما نبقاش ننزل ستوريات او ديديكاس للسلطانه، وكانت كذلك سحبت نفسي من الموضوع. ما بقيتش كان حتى سلطانه ما بقيتش كننزل ليها ديديكاس، او سلطانه انا عارفه هذه القصه هذه كلها. بعد فتره، بعد اسبوع كذلك، يعني ما يقارب الاسبوع او العشر ايام، كانت توصل بتهديد صريح وواضح العباره من حساب حمزه مونبيبي انك غادي تطلعي يعني تهجمي معنا سلطانه وهذا، وانا لست اداه يستخدمني البعض لمهاجمه ذاك او ذاك او ذاك ابدا. يعني الانسانه ما لا مستوايا الدراسي ولا مستوى المعيشي يسمح لي انه يجي انسان مخبي من وراء حساب مزيف ويسيرني. فبداو عاوتاني معايا الحلقه الثانيه او الجزء الثاني من مسلسل القذف والسب والتشهير، والكل يعلم شنو كانوا كيحطوا عليا، امور قبيحه بزاف، يعني يخجل اللسان حتى من قولها حقيقه. يعني شي امور تحطات عليا ما تتقالش، ما كايناش. مشروع الزواج اللي كنت داخله فيه فشل، خسر. هاد النوع هادو علاش غادي يخليوني انا نستسلم؟ اوكي، فابتديت اي حاجه كيحطوها عليا في داك الحساب كنطلع كنكذبها بالدلائل. اي اتهام تهموني به كنطلع كنكذبو، فبقينا بحال لاعبين شي حرب. يعني هما كيحطوا عليا وانا كنرد، كيحطوا عليا وانا كنرد. ف علاش انا غادي نتسنى مثلا انا هبط المغرب ونمشي ندعي فلان ولا ندعي فلانه؟ لا، انا عندي صوت مسموع الحمد لله، عندي عدد متابعين لا يستهان بهم، فانا قادر انني نوصل كلمتي ونوصل ونفضح دوك الناس شكون هما وشكون اللي موراهم وشكون اللي كيدعمهم. واختم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذه افادتي فيما يخص هذا الموضوع الذي بات واصبح قضيه رأي.